تتبع ورصد الحالات المحتملة إصابتها بالفيروس والتي ترد على مصالح وزارة الصحة تتم بهذا الجناح تحت إشراف طواقم طبية. كاينه خلايا كتكلف بلي سيزي ديال لي دوسي، وكاينه خليه كتكلف استقبال المكالمات الاشخاص اللي كنشكو فيهم كيتم، يعني خليه كتنتقل لعند المنازل ديالهم اللي كتشوف الحاله واش حاله كتلتزم، يعني كتستلزم انه يعني نجيبوها للمستشفى لهنا او لا، يعني كتحاله اليميني ما عندهاش علاقه بالكوفيد. وكاينه خليه اللي كتكلف بالاتصال بالحالات المصاحبه للحالات الايجابيه، وكاينه الخليه الرابعه اللي كتكلف بالذهاب الى المنازل. تشير الارقام الصادره عن وزاره الصحه الى ان 84% من الحالات المؤكده اصابتها بالفيروس هي حالات بسيطه، بينما 16% غالبا ما تكون حالات حرجه وتعاني من مشاكل صحيه مزمنه. هذه الحالات يتم وضعها في جناح الانعاش لتلقي العلاجات اللازمه. بالنسبة لي مرض، المشكل الكبير اللي عندهم هو ديك الحجر، صعيب باش الانسان يتقبلو من الناس من بلوتي يشوفوا ان هناك حالات شفاء، راه بدهم تشجع شويه وبداو تيفهموا الحجر الصحي شنو هو. هو اكثر من 50% من العلاج. بهذا نكون قد أنهينا جولتنا في مستشفى الأمير مولاي عبد الله بمدينة سلا. هذه الوحدة الاستشفائية التي خصصت كامل أجنحتها لاستقبال وعلاج المصابين بفيروس كورونا، لكن حرب المغرب على الجائحة العالمية لم تنتهي، تتطلب أيضا انخراطا أكبر للمواطنين من أجل الحد من انتشاره. فدوى المرابط، قناة الغد، من مدينة سلا.